منتخب مصر، كلام كتير في الحقيقة عن منتخب مصر خلال اللحظات الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة. الأهم في الحقيقة أن المنتخب يستعد بشكل قوي جدا لمباراة الكونغو، خصوصا أن احنا شفنا المجموعة شكلها عامل إزاي بعد ما كسبت زيمبابوي بصعوبة كبيرة جدا. كمان مباراة أوغندا والكونغو كانت مباراة رائعة، وفي الحقيقة أوغندا عملوا مباراة جيدة جدا جدا من حيث الأداء ومن حيث النتيجة، بادئين بطولة بشكل كويس. ما حدش كان يتوقع أن أوغندا تكون بالمنظر ده، لكن الواضح أن هم مستعدين بشكل قوي جدا، وبقالهم أكثر من سنة بيستعدوا وبيكونوا منتخب قوي. في الحقيقة نجحوا بكده، وكمان اللي ساعدهم على كده أن هم معاهم مدير فني محترم قوي، باستيان دي سابر، المدير الفني الفرنسي لأوغندا. ولو حضراتكم تتذكروا كلكم كان مدير فني الإسماعيلي فترة من الفترات، وكان ماشي معاهم بشكل جيد جدا. بالتالي منتخب أوغندا قوي، في المقابل منتخب الكونغو مش هيسكت. منتخب الكونغو كده لو خسر مباراة مصر اللي جاية هتبقى الأمور بالنسبة له خلاص، يعني بتنتهي أماله في الصعود للأدوار المقبلة. فبالتالي من هنا جاية صعوبة مباراة الكونغو. بالتالي النادي الأهلي أو عفوا طبعا منتخب مصر هيكون مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراة، ونتمنى أن الجهاز الفني واللاعبين يكونوا على قد الثقة اللي وضعها ليهم النادي، أو وضعها ليهم طبعا كل الجمهور الكرة المصرية بشكل عام.